ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. ازاي عالج التبول اللا إرادي لدى الأطفال ليليا؟ سيدات كتير جدا بيسألوني السؤال ده. يا دكتور والله جالنا غضروف في ظهرنا بسبب غسيل المراتب وغسيل الملايات بسبب موضوع التبول اللا إرادي اللي بيحصل للأطفال بتاعتنا. أضف إلى ذلك اللي فيه أطفال كبير بيكونوا كبروا للأسف مع دول صغيرين بيعملوا الموضوع ده بس مش عارفين يعالجوه ازاي، يستخدموا أدوية كتير ومش بيجيب نتيجة. الأبحاث بتقول لك استخدام الحبهان. الحبهان ده من النباتات الطبية اللي موجودة عندنا في المطبخ وأكثره بنستخدمه كمان في التحضيرة بتاعة البن العربي. إزاي استخدم الحبهان؟ الحبهان من النباتات الطبية اللي بيكون فيه الثمرة بتاعته جواها بذور صغيرة كده، البذور دي اللي فيها الزيت الطيار وفيها المادة الفعالة. بفتحها بجيب 5 قطع من الحبهان أو 5 حبات من الحبهان وبفتحها بسناني وبحط عليها مية سخنة وبشربها بانتظام مرتين في اليوم للطفل اللي عنده هذه المشكلة. بعد شهر إن شاء الله تلاقي في تحسن كبير في الموضوع بتاع التبول اللا إرادي. كاتب ما ربنا يشفيه ويعافيه. أشوفكم على خير. ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.